بسم الله، السلام عليكم جميع المتابعين الغناء. اليوم انا اخذكم جولة خفيفة كده الى مدينة باص، فانا اخليكم تشوفوا بعض البنايات الجميلة والمناظر والحديقة الكبيرة، حديقة الكساندرا. فانا اخليكم ان شاء الله تستمتعوا مع الفيديو. ما تنسوا اذا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، وان شاء الله يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم على المشاهدة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.